تكريس التكافل والتضامن والتآزر مبادئ أصيلة ومتجذرة في المجتمع الجزائري، توجه اتضحت معالمه في السنوات الأخيرة بشكل جلي للترسيخ الفعلي لقيم المواطنة. والبداية كانت بتوجيهة صارمة من السيد الرئيس للابتعاد عن البهرجة الأعلامية في الأعمال والنشاطات التضامنية حفاظا على كرامة المواطن، لتليها سلسلة قرارات وإجراءات تهدف كلها إلى القضاء على الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطن من خلال توجيه البوصلة نحو المناطق التي عانت في سنوات مضت من العزلة والتهميش والإقصاء. أنا اليوم أجدد التزامي بالعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف ودعمها ومرافقتها، وإنشاء آلية الضرورية لتعزيز مبادراتها ونشاطها وترقية خاصة في المناطق الريفية. فبالإضافة إلى ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي بإلغاء نظام المحاصصة واستبداله بالمناصفة والمساواة، كان للمرأة الماكثة في البيت حصتها من الإصلاحات من أجل إشراكها في التنمية الاقتصادية من خلال قروض مصغرة لتشجيع على الإنتاج، ناهيك عن الدعم المقدم للمرأة الريفية. إجراءات وقرارات لم تبقى حبرا على ورق، فكانت النتيجة في الميدان بأرقام مشجعة لإنتاج المرأة وإقحامها عالم الأعمال والمقاولاتية. اليوم الجزائر وفق نظرة تسعى إلى تشجيع الاقتصاد، تسعى إلى تحفيز المرأة من خلال الاستثمار في المقاولاتية النسوية عبر مستواها العلمي وكذلك عبر موقعها الجغرافي. ليس بالضروري أن تكون حاملة مستوى علمي عالي، ولكن يكفي فقط أن تكون هناك تدعيم ويمد لها اليد من أجل إعانة عائلتها بالدرجة الأولى إذا كانت في الريف، وكذلك من أجل توجه نحو مقاولاتية متطورة في مستويات مختلفة للاقتصاد الوطني. مكاسب اجتماعية كبيرة تحققت في قطاع التضامن الوطني، هذا القطاع الذي أولى له السيد الرئيس عناية خاصة لارتباطه الوثيق والمباشر بالمواطن. فمن منطلق حرصه على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، قرر السيد الرئيس رفع منحة التضامن إلى 12,000 دينار لمن يتقاضى 10,000 دينار، وإلى 7,000 دينار لمن كان يتقاضى 3,000 دينار، خاصة من فئة ذوي الهمم العالية. هذه المراجعة في منحة التضامن استفاد منها نحو مليون شخص. السياسة الاجتماعية تسعى للذهاب نحو فعالية أكثر ولمصداقية أكثر من أجل أولا رفع من كرامة الفئات الهشة من خلال رفع الإعانات الممنوحة إليهم، وكذلك التوجه نحو نمط جديد لانتقاء هذه الفئات الهشة بحيث تكون هي المستفيدة الوحيدة. الجزائر الجديدة اليوم تتوجه لبناء نظام اجتماعي متوازن، سواء من خلال المناطق الجغرافية ومن خلال الفئات الاجتماعية ومن خلال إدخال عامل الرقمنة. ديناميكية جديدة عرفها قطاع التضامن الوطني تعكس إرادة السيد الرئيس الصادقة في التكفل بانشغالات كل فئات المجتمع واهتمامه البالغ بالطبقة الهشة والمعوزة وبإنجازات وتطلعات وانشغالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.